السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. كردستان، أزمة توقف تصدير نفط الشمال ترفع مؤشرات التصادم الداخلي واحتمالات المواجهة. الزيارة الأربعينية، أزمة النقل حاضرة في المناسبات المليونية ودعوات لتنظيم عملية التفويج. حياكم الله مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، واللي نتحدث فيها عن توقف صادرات نفط الإقليم اللي فاقم الصراع لمستويات تنذر بصدامات داخلية وأزمات كارثية بين الحزبين الرئيسين. ووفقا لمجلة فورين بوليسي التي توقعت أن تمتد مؤثرات هذا التوقف إلى الحكومة المركزية والمنطقة الإقليمية وصولا إلى التأثير في أسواق الطاقة، فضلا عن التداعيات المالية اللي راح يسببها هذا الانقطاع، وفي المقدمة منها العجز الكبير وزعزعة الاستقرار، مخاطر جمة وأقل ما توصف بالكبرى، وهو ما يحتم تسريع وتيرة تفكيك نقاط التصلب لخط أنابيب جيهان، منعا لجميع الاحتمالات التي تنبأت بها مجلة بوليسي. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصادنا في هذه الليلة، فنتحدث عن زيارة الأربعين اللي تشكل تحدي كبير أمام كافة قطاعات الدولة وخصوصا قطاع النقل، فلا تزال هذه المشكلة في المناسبات المليونية تحجز لها الركن الأساس، شح الوسائل، ارتفاع الثمن بأضعاف من قبل بعض ضعاف النفوس، توجب تهيئة قدر أكبر وتنظيم أعلى لتذليل تلك المشكلة وإيجاد حلول جذرية عبر اتباع استراتيجية متكاملة الأركان تتسم بالمرونة والفاعلية في استيعاب هاي الأعداد المليونية. ملفين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الاستاذ صباح زنقنه رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك ينضم معي عبر سكايب من السليمانيه السيد سوران داودي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. استاذ صباح، نتحدث عما طرحته مجله فورين بوليسي اللي تنبأت بتقرير كل مؤشرات تذهب لحرب اهليه في الاقليم، شلون نشوفها من وجهه نظرك استاذ صباح؟ مجرد تحليل انشائي لو قائم على معطيات موجوده فعلا؟ تحيه لك استاذ احمد والى ضيفك الكريم والى جمهوركم الكرام. لك كل يعني التحليل. طبعا انا طلعت على هذا التقرير يعني بنسختي العربيه وكذلك بنسختي الانجليزيه، ويعني تعمدت الى ان احوله عبر ترجمه الجوجل يعني استشف الحقيقه، وجدت فعلا انه هناك يعني توقعات من قبل هذا الموقع بأنه هناك اصطدامات قد ستحصل، ليس فقط يعني مشاكل كبيرة ليس فقط في إقليم كردستان بين الحزبين الكبيرين هناك، بل وحتى بين الإقليم والمركز، باعتبار أنه ليست فقط إقليم كردستان هي اليوم متضررة من توقف تدفق النفط عبر الموانئ التركية إلى أوروبا إلى بلدان العالم، ولكن العراق والمركز أيضا هو المتضرر، بالتالي هذه كلها نتيجة الخلافات عبر التي حصلت حول مسألة المحكمة الدولية وفرض عقوبة أو غرامة على الجانب التركي بأن يعطي بمليار ونصف مليار إلى الجانب العراقي، وطبعا تركيا اتهمت الحكومة في إقليم كردستان بأن أنتم السبب وراء هذه المشكلة ولم تحلوا مشاكلكم مع المركز، وطبعا هذه ستفتح يعني شهية الصراع في الداخل الكردي، ولكن ليس بالكيفية التي قد يتصورها البعض. نعم سيرتقي الصراع إلى صراع إعلامي ولربما بعض الصراع، لكن لا يصل إلى درجة الصراع المسلح كما حصل في
صراع عام 95 او 96 اللي كان يعتبر يعبرون عنه بقتال الاخوه او براكوجي، وكان كان على مساله المنافذ الحدوديه وخاصه نعم. المنفذ ابراهيم خليل. لكن اقول بانه اذا هذا العصب الكبير المتمثل بالنفط اذا توقف سيحصل صراع على المنافذ الحدوديه وعلى المكاسب الاخرى، يعني هذا انا الذي اتوقع هذا الشيء، انه سوف تفتح شهيه الصراع على بقيه الامور. صحيح انه الحزبان الكبيران في اقليم كردستان احدهما يتهم الاخر ويعتبرون انه كل يعتبر الطرف الاخر هو السبب وراء المشكله، لكنه اذا ما بقيت هذه الامور الاقتصاديه المرتبطه بالنفط تتدهور يوما بعد اخر، فاكيد سينتقل الصراع الى المنافذ الحدوديه والى الثروات الاخرى، لانهم يعرفون جيدا انه مهما كان عندك كميات كبيره من النفط وكان هناك استخراجات من النفط، هذه الاستخراجات والخزين كلها ستتوقف ما لم يكن هناك تسويق للمنتوج النفطي. عندما يقف هذا التسويق سوف تحصل هناك مشاكل، واعتقد انه هناك منفذ يعني ممكن من خلالها يستطيع الكرد انهم متوحدين طبعا وليس متفرقين، انه ينهي خلافهم مع المركز واعطاء ما عليهم من يعني هالتداولات الماليه الديون وغيرها من المستحقات التي يتحدثون عنها دائما. اذا ما تم تصوير الازمه بين اقليم كردستان وبين المركز، فمن الممكن ان المركز يتعاطى مره اخرى مع الجانب التركي لكي يفتح النفط من اقليم كردستان الى جيهان ومنها لبلدان العالم. طيب استاذ سوران، اجدد رحاب بحضرتك. يتحدث الاستاذ صباح زنقن عن هذه الاشكاليه اللي اثارتها فورين بوليسي، واسال جنابك هل راح توصل الامور في الاقليم الى هذه المرحله فعلا، ام اذا ما استمرت مشكله توقف تصدير النفط عبر خط جيهان؟ نعم، بداية أرحب بكم وبالأستاذ صباح. أنا أعتقد المسألة ليس هكذا بالضبط، يعني لا تصل إلى مصادمات يعني الصدام، وإنما إلى صراع، ربما صراع سياسي إعلامي بين الطرفين. ولكن أنا أقول من جهة أخرى، المتضرر الأول في توقف النفط تركيا، والمتضرر الثاني ربما مواطني الشعب، مواطني الاقليم. لكن الحكومه العراقيه اعتقد يعني ليست متضرره بشكل كبير، اولا لان اوبك حددت حصه العراق ب 4 ملايين ونصف برميل في اليوم، الان العراق يعني يصدر ما يقارب 4 ملايين و150 الف برميل في اليوم، يعني لم يبقى كثيرا. وثانيا يمكن يعني للعراق ان نفط اقليم كردستان يستفاد منه داخليا في المصافي في هذه المسائل. اعتقد الحكومه العراقيه يعني ادارتها لهذا الملف اداره عقلانيه جيده، ولكن يبقى تاثير كل ذلك على اقليم كردستان بالتاكيد. يعني كما تعلمون الان الحكومه العراقيه لا تعطي يعني رواتب موظفي اقليم كردستان، هذا يؤثر كثيرا على اقليم كردستان، ليس فقط على الموظفين ولا على المساله الامنيه. اين في النقطه الحساسه في المساله الامنيه؟ ان يعني قوات البيشمركة هناك يحدد ان هناك خطر داعش، يعني هناك على الخنادق في مناطق، يعني في الكثير من المناطق، يعني في مناطق كفري وفي مناطق بالقرب من خانقين وفي مناطق هنا في بالقرب. بالمناسبه انا لست يعني من سليمانيه، انا اتحدث اليكم من كركوك. كل هذا ربما يؤثر يعني يؤثر على الوضع الامني في منطقه كردستان. واعتقد يعني كما قلت تركيا هي المتضرر الاكبر في هذه المساله، واعتقد الحكومه العراقيه اولا عليها مسؤوليه تجاه اقليم كردستان، لان اقليم كردستان يعني بالنتيجه هي يعني هو جزء من العراق، يعني هذا موجود في الدستور العراقي، ومسؤوليه الحكومه العراقيه تجاه مواطني اقليم كردستان يجب توفير الحياه الكريمه لهم. لذلك يعني مساله ان كان هناك وضع تسببت الاوضاع الاقتصاديه الى وجود صراع كبير في اقليم كردستان، الحكومه العراقيه هي الاتحاديه ستكون هي المسؤوله عن ذلك، ويجب ان تحل هذه المساله. واعتقد مساله النفط في اقليم كردستان الان كان هناك بعض المحاولات يعني بالنسبه لتركيا مع في زيارة الأخيرة
لوزير خارجية تركيا إلى بغداد وإلى الأقليم، يعني حاولوا حل هذه المسألة، ولكن يبدو أن تركيا لديها بعض الأوراق التي تلعب بها، مثلا مسألة الماء، تضغط على الحكومة العراقية، يعني 80% من المياه الآن مقطوعة عن العراق. هذه بحسابات تركية، ولكن ماذا عن حسابات الأمريكية أستاذ صباح؟ يعني أريد نربط هذه التحليلات الصادرة من مجلة فورين بوليسي الأمريكية، واللي تأتي بعد يومين فقط من نافذة في الإقليم لتوحيد قوات البيشمركة، وهل هو الموضوع يعني في خانة درء للمخاطر أم اهتمام بالإقليم وتحذير من مآلات الوضع فيه؟ يعني عادة هذه المجلات والمواقع الأمريكية المعتبرة دائما تضع تحليلات متوقعة أو تحليلات ستحصل، أو لربما هم يوجهون تهديداتهم عبر هذه التحليلات، تماما مثل ما حللوا بأن في عام 2011 بأنه عندما قالوا بأن قريبا سيدخل داعش إلى العراق، وفعلا دخل في عام 2014. هل أنه هذه الحراك هي يعني هذه التقارير هي عبارة عن تقارير استخباراتية تمهد لهذا الشيء، أم القضية أنه هناك دقة في مسألة التحليل، يعني عبر مرتكزات معينة وعبر يعني الموضوعية في الطرح؟ لكن أقول عندما تتوقع هذه المجلة من أن قد تحصل صراع كبير جدا، وهذا الصراع سيولد اختلال، وهذا الاختلال سينجم عنه دخول داعش على الخط، وربما سيتحرك داعش في سوريا وفي العراق، يعني شاهدت بأنه الخارطة وكأنه خارطة عبثية، يعني كبر الموضوع ولا كأنه هناك قوة أمنية عراقية أو كأنه هناك حشد شعبية تصدى لمثل أي اختلال أمني. حتى إذا أتينا لأقليم كردستان، بيشمركة أيضا لديها الاستعداد في مواجهة داعش، لكن عندما أمريكا تريد أن تضغط لا تضغط بالطريقة الدبلوماسية المباشرة، أحيانا تضغط عن طريق هذه الدراسات لتقول بأن هذا حالكم سوف يحصل، وهي طبعا أنا كما قلت لك هي دراسات يعني تريد أن تفرضها على الواقع بأن هذه الأشياء ستتحقق، وإذا أرادت هذه البلدان ألا تتحقق، وإذا أراد العراق على سبيل المثال ألا تتحقق مثل هذه التوقعات في العراق، أو على القادة العراقيين إذا أرادوا أن لا تتحقق هذه التوقعات عندهم، عليهم الالتزامات ببعض البنود الأمريكية وبعض التوجيهات الأمريكية بهذا الصدد، تماما كما ذكرنا سابقا بأنه جزء من التحركات الأمريكية التي صارت في شرق سوريا هي كانت تحركات طبيعية جدا، لكن تم توظيف هذه التحركات عن طريق العمليات النفسية لإيصال رسائل إلى القوى السياسية من أننا مستعدون ل توجيه ضربة إلى القوى السياسية وإزالتهم، وقد ربطوا ما بين الأحداث السياسية والتخمينات التي كانت يأتي بها بعض المحللين عندما قالوا بأن هناك قوة كبيرة قادمة، وطبعا استعانوا بالسوشيال ميديا، كلها كانت أساليب ضاغطة استطاعوا انتزاع بعض الأمور من القوى السياسية، ولكن بعد ذلك جاءت البنتاغون وقال بأن لا يوجد مثل هذا الشيء، كان تحرك عابر. حتى هذه التحركات العسكرية عند الولايات المتحدة تحسب لها ألف حساب بأنه لا تكون تحركات اعتباطية، بل ينجم عنها أثر سياسي وأثر نفسي، وأعتقد بأنه مثل هكذا تقارير هي أيضا تريد تحريك المياه الراكدة وإيجاد أثر سياسي. طيب. لتكون يعني تدخل بالفائدة يعني إلى الجانب. نعم. الأمريكي، هل هو تحريك مياه راكدة فقط لإحداث يعني عصفا اقتصاديا أو سياسيا أستاذ سوران، أم يذهب الموضوع أكثر من ذلك؟ يعني لما تتابع مجلة بوليسي أن ارتدادات هذا التوقف، إذا سمحت لي، تتحدث بوليسي بأن ارتدادات هذا التوقف ستصل إلى انهيار حكومة الإقليم اقتصاديا وتصادم الحزبين الحاكمين. يعني أنا أعتقد بأن يعني الترويج لهذه المخاوف هو من أجل الضغط أولا على الحزبين من أجل التوصل إلى حل فيما بينهما، حل سياسي، وأيضا من أجل يعني حتى يعني في التقرير، أنا طلعت على التقرير، هناك أيضا يعني يذكر مخاوف على بغداد، يعني ما يعني على باقي أجزاء العراق ليس فقط الأقليم. أعتقد يعني هو من أجل إعادة ضخ النفط من أقليم كردستان إلى أوروبا، لأن هناك الآن أزمة في أوروبا ونحن مقبلون على أبواب يعني الشتاء مرة أخرى، يعني أكثر نفط الأقليم كان يذهب إلى إيطاليا وهذا، وأنتم كما تعلمون ما زال حرب أوكرانيا موجودة، لذلك يعني هم بحاجة إلى هذا النفط، ولذلك أعتقد بأن هناك هذا النوع من الضغط من أجل هذا، يعني من أجل إيصال
مره يعني النفط من اقليم كردستان وتصديره الى اوروبا مره اخرى، لان النفط العراقي يذهب يعني الان العراق وجه نفطه باتجاه موانئ البصره، يعني لا تذهب في هذا الاتجاه وتذهب الى الهند وتذهب الى الصين لانها تستفاد اكثر، لا تعطي اجور الانابيب. لذلك اعتقد امريكا وهذه الدراسات تريد ان تضغط ان تعطي ايحاء بان هناك مخاطر، لذلك يجب اعاده ضغط النفط من هذا الانبوب ومن هذا الخط ومن اقليم كردستان من اجل حلفاء امريكا في ايطاليا وفي اوروبا. ومثل ما قال الاستاذ طباع، اعتقد المساله ليس بهذه الخطوره، وانما يعني هذه الدراسات هي ايضا عامل ضغط على هذه الافراد. طيب استاذ صباح، يعني لما يتحدث ان هذه المشكله لربما لا تتحدث في الاقليم وتصل ابعادها الى بغداد، يعني هنا نتحدث عن دخول تركيا على الخط، ومن الممكن الاقليم يدفع الحكومه المركزيه لاسقاط الغرامه المفروضه على تركيا حتى يعيد تصدير نفط الاقليم عبر جيهان ويتخلص من هذه المؤشرات. يعني اعتقد ما تفضل به زميلي العزيز استاذ سوران هو عين الصواب، انه القضيه ليست توقف على اعتاب اقليم كردستان، وكما اشرت في بدايه كلامي بانه الموضوع يتعلق بالاقليم وبغداد والعراق بشكل عام. بالتالي عندما تكون المشكله كبيره بهذا الحجم يجب ان تكون الحلول تضامنيه، لا ان يتحمل احدهم أنه يعطي ضريبة والآخر يقف موقف المتفرج. على سبيل المثال، إذا ضغطت كردستان على الحكومة المركزية بإعطاء هذه الأموال، فالحكومة المركزية ستطالب الأموال من إقليم كردستان لإرسالها للنفط ويعني بيعها للنفط أو الأموال الخاصة بالمنافذ الحدودية التي تقع على عاتق إقليم كردستان. لابد أن تكون هناك مسؤولة تضامنية لإزالة أزمة أو إنهاء أزمة، حتى لو إذا اقتضى الأمر أن العراق يتنازل عن هذا الأمر. وطبعا العراق أعتقد بأنه في المستقبل سيعطي شيء من التنازلات، لأن اليوم تركيا صحيح تتأثر، إما الإقليم كردستان والمركز يتحملان لفترة مطولة لحين أن تركيا تنقاد إلى الإرادة السياسية العراقية، لأن هي اليوم تعاني من مشكلة اقتصادية، خاصة أنه هي يعني طردت الكثيرين من العرب والعراقيين نتيجة الأزمات التي حصلت بعد الزلازل والإفلاس الكبير التي تعاني اليوم تركيا. وأيضا أنه تركيا اليوم هي مسكت بالعصب الخطر المتمثل بالحصص المائية للعراق، يقول بأن العراق ليس لديه عندنا أي حصص، المياه تنطلق من الحدود المناطق الجنوبية التركية، وتركيا هي غير مستفيدة، العراق هو أكثر المستفيدين. فلا بد أن تكون في مقابلها مقايضة أخرى في المستقبل، وكما قلناها ستكون في المستقبل النفط مقابل الماء، ولا بد أن اليوم العراق يعالج هذه النقطة. هناك نفوق كثير لرؤوس الأبقار والحيوانات، وكذلك جفاف كبير وانهيار للزراعة في الوسط وجنوب العراق، كل هذه يعني ضواغط ستدفع الحكومة بأنها تعالج هذه الأمور. والمعالجات لا تأتي فقط في إعطاء الوعود وغيرها، ستكون هناك جزء من التنازلات، على أن تكون هذه تنازلات هي ليست تنازلات الخضوع إلى الطرف الآخر، ولكن تنازلات هي مبنية على أساس مصلحة الطرفين، أي أن لا توجد في هذه التنازلات خاسر. تركيا تتنازل عن المياه التي تعتبرها جزء من ملكيتها الخاصة، والعراق ممكن أن يتنازل عن جانب من هذه الأموال إلى أن تكون هناك تساوي الكفتين. أما أن العراق يعطي تنازلات والإقليم كردستان مثلا يعطي تنازلات إلى الجانب التركي، سوف يكون الطرفان هم الخاسران وتركيا هي الرابحة، وهذا ما لا أعتقد أن المفاوض السياسي اليوم سيكون بهذه الدرجة من السذاجة أنه يخسر المركز والإقليم على حساب تركيا. طيب أستاذ سوران، يعني نتحدث عن هذه المخاوف والاحتمالات راح تشكل دافع للحزبين الكرديين للالتئام أو على أقل التقديرات تصحيح السلوك السياسي داخل الإقليم، وأيضا احتواء المعارضة الموجودة في الإقليم، والأمور متوجهة إلى انتخابات ومتوجهة إلى صراعات سياسية. أنا أعتقد يعني عندما يعني تمسك الحكومة الاتحادية بملف النفط بشكل كامل، أعتقد سيكون العلاقة بين الحزبين
يعني علاقة جيدة، لأن هذا الملف يشكل مشكلة صراع بين الحزبين في إقليم كردستان. أنا لا أريد أن أتهم هذا الطرف أو ذاك الطرف، صحيح أننا من الاتحاد الوطني الكردستاني، نحن الذي كانت لدينا ملاحظات ومآخر على يعني كيفية تصدير النفط في إقليم كردستان، يعني من شفافية وكيفية يعني الكثير، ولكن حتى إلى الآن نحن مع أن يكون تصدير النفط حسب الدستور العراقي. كيف الدستور العراقي يعني كيف يحكم في هذا الاتجاه؟ نحن في الاتحاد الوطني مع هذا، ولكن أعتقد إن كما أشرت أن السلوك السياسي، وأعتقد بأن العلاقات سوف تعود إلى طبيعتها التي كانت قبل تصدير النفط أو قبل استخراج النفط، لأنه المخاطر الكبيرة. وأيضا يعني أعتقد يعني المطالبات التركية مطالبات تعجيزية يعني الآن من العراق، يعني تركيا تريد أن يكون ضخ النفط أيضا كما كان في السابق. يعني معظم الشركات التي كانت تستخرج النفط في إقليم كردستان هي شركات تركية، وبالتالي هي كانت تستفاد لأنها كانت تشتري النفط بأقل من السوق ب 15 دولار، يعني سعر كم هو السعر في الأسواق؟ بأقل من السوق ب 15، مع إضافة إلى أن تركيا كانت مستفيدة وما زالت مستفيدة من خط من هذا الخط الناقل بين إقليم كردستان، وليس فقط النفط إقليم كردستان، أيضا نفط كركوك. الآن نفط كركوك أيضا يعني يتم تصديره عبر تركيا وعبر الميناء جهان التركي. وأعتقد يعني كلما قلت هذه المصالح الاقتصادية أعتقد العلاقات ستكون أقوى وأفضل بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. يعني هذا الحزبان هما المسؤولين في إقليم كردستان، مسؤولين عن حياة المواطنين، لذلك يجب أن يعني يجدا حدا في هذا نتحدث عن جزئية أيضا مهمة أستاذ صباح، يعني هل من الممكن أن يتسبب هذا التقاطع بين الاتحاد والديمقراطي إلى إعادة إنضاج فكرة انفصال السليمانية؟ يعني هذا شيء محتمل، لكن هذا الاحتمال بعيد في الوقت الحاضر. هناك صحيح صراع سياسي، لكن هذا الصراع يصل إلى درجة الانفصال، وهما يعلمان أنه هناك يعني مقبضين قويين تحيطان في السليمانية وأربيل، إيران من جهة وتركيا من جهة، فإذا ما حصل أي انقسام فيما بينهم سوف يكون عرضة للابتلاع، وطبعا هذا الشيء صعب جدا وخطير، ولا أعتقد أنه أي من الطرفين يفكر بهذه الكيفية إلا إذا كانت مفهوم سياسة الانتحار أو نهاية المطاف، وهذا ما لا نتمناه طبعا، لأنه لا تحصل مثل هكذا أمور، أن نمزق الممزق وننهي إلى إجهاز على آخر معقل من معاقل الكرد الذين اليوم هم يحلمون في تأسيس دولة، ولكن حتى في الإقليم تكون هناك صراعات. لا، لنقل من الأفضل عليهم اليوم أن يربأوا بأنفسهم عن هكذا صراعات قد تنهي علاقة المواطن معهم وقد تنهي صلة المواطن بهم. لكن مهما ترفعوا عن الصراعات وتقاربوا إلى بعضهم البعض الآخر ومن ثم اقتربوا إلى المركز بدون أي مشاكل، صدقني لا أعتقد بأن أي دولة أو أي من البلدان ممكن أن تتجرأ على العراق أو أن تقطع المياه أو أن تحاول تضغط على العراق بقضايا إرهابية. وحتى البلدان البعيدة هي التي اليوم أصبحت هناك، حتى دول مجهرية كانت أصبحت تتدخل بالشأن العراقي. لو كان العراق بدرجة من القوة لأصبح صراعه مع الأقوياء، لا أن تأتي بعض الدول الصغيرة المجهرية لكي تتحكم بالشأن العراقي، لأنها تمتلك من المال وتمتلك من الغاز وهي تمتلك ثروات كثيرة. إذن لو كان هناك إدارة صحيحة في الجانب العراقي، أعتقد المركز والإقليم لما حصل ما حصل، وعليهم العودة إلى طاولة الحوارات وعودة إلى لغة التعقل، حتى لا تكون فإن لغة الصراع ستودي إلى نهايات مؤلمة. طيب، إذا كان هذا الموضوع كذلك أستاذ سوران، في حال تعذر تصفير الخلاف العراقي التركي، مدى إمكانية اختيار البديل لخط جيهان منعا لهذه الاحتمالات التي تقول بها فورين بوليسي؟ يعني أنا أعتقد العراق قادر على إيجاد بدائل كثيرة. نعم. وهذه البدائل يعني يجب على العراق التفكير من الآن، يعني ما طول هناك وجود لمثل هذه الأزمات مع تركيا، يجب أن يفكر العراق بإيجاد بدائل، يعني
حتى إن حل تم حل هذه المشكلة مع تركيا، لكن مع هذا يجب إيجاد يعني التفكير بإيجاد حلول. يعني نحن لدينا ميناء، وهذا الميناء ربما نستطيع تصدير النفط بدون أي أن نعطي أي دولارا واحدا لنقل النفط. يعني لماذا نعطي لنقل النفط العراقي مقابل يعني أن تمر بالأراضي التركية؟ نحن نستطيع أن نحمل النفط من ميناء الفاو، ميناء يعني من هذا المنفذ الموجود على الخليج العربي. وأعتقد يعني الآن أكثر النفط العراقي يذهب بهذا الاتجاه كما قلت، الصين والهند. لذلك يعني العراق، وأيضا يعني ربما يكون هناك الأردن، يعني نستطيع أن هناك يكون خط أيضا إلى الأردن، وأيضا خط بانياس، يعني أيضا خط حتى خط سوريا، وبالإمكان حتى بناء خط مع السعودية. يعني هناك الكثير من البدائل يجب على العراق التفكير به منذ الآن حتى يكون لديه خيارات عدة. مثلا هذه الدولة تقطع عنا، ربما يكون لدينا مشاكل مع سوريا، ننتقل إلى الأردن، أردن تكون مشاكل لدينا، ننتقل إلى تركيا، وهكذا. وأعتقد أن العراق لديه الكثير من الخيارات، ويجب أن يفكر بالخيارات الحقيقية والصحيحة من أجل استمرار تدفق النفط إلى العالم. أشكرك شكرا جزيلا سيد سوران داودي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثنا عبر سكايب من كركوك. وشكر كثير لحضرتك الأستاذ صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، ضيفا كريما في الاستوديو. نتواصل وياكم بعد الفاصل، نتابع مشاهدي الأحبة. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ ميثم الصافي، مدير الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النقل. أهلا ومرحبا بك ضيفا كريما أستاذ ميثم. رغم العمل اللي يبذل لحل مشكلة نقل الزائرين في زيارة الأربعين من وإلى كربلاء المقدسة، لكن لا تزال القرارات والإجراءات المتبعة بالعمل دون الوصول لجوهر حلول هذه المشكلة. شنو الأسباب اللي تحول دون تحقيق الهدف المنشود وتحقيق الانسيابية والمرونة لتفكيك هذه الإشكالية؟ بالبداية أحب أشكر حضراتكم على هذه الدعوة، وايضا احب اوضح عن دور وزاره النقل بالزياره الاربعينيه، وكذلك يعني جهود الوزاره بشكل عام. وزاره النقل استفادت من التجارب السابقه بعمليات يعني اداره التفويج بما يخص الزيارات والمناسبات الدينيه او الوطنيه، بالنتيجه انه وزاره النقل حاليا عندها استراتيجيه كامله وشامله لمعالجه هذه الامور. وايضا هذه الاستراتيجيه سبقت الاحداث وتسبق يعني التوقيتات الخاصه بهذه الزيارات. طيب، هنا نتحدث ايضا عن طبيعه الحركه حاليا في منفذ الشلامشه استاذ ميثم. دخول الزائرين، محطات الاستراحه، يعني كالعاده العدد كبير من الزائرين يتوافدون في كل عام، وهذا العام ايضا يعني اعداد كبيره ومتميزه. يستلزم هذا الموضوع عدد اضافي من الضباط في المنافذ الحدوديه لتسريع اجراءات التدقيق والدخول، ويعني هل تم تزويد هذا المنفذ بملاكات كافيه سواء من قبل وزارتكم او الوزارات السانده؟ الموضوع اللي تحدثت عنه حضرتك، طبعا يوم امس كان هنالك توجيه من السيد الوزير بتشكيل لجان اضافيه بالاضافه الى اللجان اللي تم يعني تشكيلها سابقا وتوزيعهم على المنافذ الحدوديه، وهذه اللجان هي تابعه للشركه العامه لاداره النقل الخاص. كذلك تم تهيئة عدد من الباصات وكذلك الحافلات، وأيضا هذه الحافلات والباصات تكون جاهزة بأي احتياج يكون احتياج فعلي يكون لها بالمنافذ الحدودية. إذا تحبون حضراتكم تدزون مراسليكم راح تشوفون إنه الحركة يعني وجود الباصات وأيضا وجود يعني المركبات اللي تابعة للمواطنين، أيضا عملية تفويج الزائرين بانسيابية عالية. مع هذا أيضا وزارة النقل قدرت انه تتوفر اكثر من 16 قطار سواء على محور بغداد كربلاء او محور بصره كربلاء، وهذا ايضا يكون هنالك عمليه ايصال الزائرين من المنافذ الحدوديه باتجاه محطه قطار البصره، وهذا ايضا يساهم او تساهم ويساهم بعمليه تخفيف الزخم
اللي يخص الزائرين وغيرهم. ما توجد عندنا لحد الان اي مشكله بهذا الموضوع. مع هذا من منبركم الكريم نحب نوجه الشكر ايضا للجهات الامنيه اللي جاي يساعد وزاره النقل بعمليه تفويج الزائرين، وتشكيلاتنا نعم. جاهزه والحمد لله رب العالمين. ارحب بزميلي كاظم الحاوي مراسل قناه الايام من البصره، ينضم معنا عبر الاقمار الاصطناعيه. حياك الله كاظم، وحيا لضيفك الكريم السيد العميد حازم اللامي مدير الاحوال المدنيه والجوازات والاقامه في البصره، ونساله عن اجراءات الدخول الاعداد التي دخلت هذا المنفذ، انسيابيه دخول هذه الاعداد، طريقه الاستقبال، توفير اماكن الاستراحه والى اخره. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن الآن في منفذ الشلامشة الحدودي، هذا المنفذ الذي يعج بالآلاف بل مئات الآلاف من الزوار القادمين من كل الدول الآسيوية، من إيران، باكستان، أفغانستان، ومن الهند، وبقية البلدان التي ينزح منها ويتجه منها هذه الحشود المليونية التي والمحبة لآل البيت، والتي تشارك وتساهم في هذه المناسبة الحزينة وهي أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. هذه الحشود وهذه الآلاف القادمة وعشرات الآلاف تحتاج إلى جهد كبير وإلى إمكانيات عملاقة، لابد أن تحتوي هذه الآلاف وبسرعة الممكنة من أجل امتصاص هذا الزخم. تفاصيل أكثر معي السيادة العميد حازم اللامي مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة، والجنسية أيضا في محافظة البصرة، يتحدث لنا عن هذه التفاصيل. عظم الله لكم الأجر. عظم الله لكم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية وبناء على توجيهات وتعليمات وأوامر معالي السيد وزير الداخلية المحترم وبإشراف ومتابعة اللواء نشأة الخفاجي مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، باشرت كوادر مديريتنا بتنفيذ خطة زيارة الإمام الحسين بمناسبة الأربعينية من خلال إعداد خطة وتحت إشراف معالي السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا المشرفة على زيارة الأربعينية. تم تهيئة كافة متطلبات إنجاح هذه العملية العظيمة بهذا النصاب الجلل. تم تهيئة العديد من الكابينات وتزويدها بالحاسبات والكوادر البشرية. تم تعزيز كوادر مديريتنا من قبل المديرية العامة بأوامر المدير العام المحترم من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة المثنى وذي قار وبابل، إضافة إلى تعزيز كوادر مديريتنا بالموارد البشرية من قيادة شرطة محافظة البصرة، كما تم بأمر السيد معالي وزير الداخلية المحترم تم تهيئة كافة مستلزمات الراحة ومن مقاعات منام وتهيئة كل المتطلبات اللي تأمن الراحة للمنتسب. كما نشيد بالدخول. نعم نعم، احنا بالنسبة كذلك السيد المحافظ الشيخ أسعد إيلان المحترم أمر بتجهيزنا بكافة المتطلبات والملتزمات، ولا سيما المتابعة المستمرة من قبل السيد مدير عام والسيد المحافظ وكذلك قائد عمليات البصرة المحترم. احنا انسيابية التعاون مع مديرية المنفذ والقطاعات المتواجدة، يتم دخول الزائر الإيراني من الباب الإيراني يخضع إلى تدقيق من قبل كوادرنا، تدقيق الجواز يعني الشخص، نتأكد من الشخص نفسه ونفاذية الجواز، ويتم توجيهه نحو الكابينات لإدخال البيانات. عندنا كابينات 14 كابينة، إضافة إلى تم بأمر معالي السيد وزير الداخلية المحترم، إذا تشوفها كابينات هيئنا كابينات إضافية وعدد حاسبات إضافي، وكوادرنا كلها مستنفرة حتى مديريتنا بناء على أوامر وتوجيهات المعالي، حتى المديرية من خارج الخطة يتواجدون هنا لغرض التفويج وتبسيط الإجراءات لدخول وعبور المسافر أو الزائر الإيراني من النقطة الباب الإيراني. نعم نعم، جنسيات الجنسية الإيرانية والجنسية الباكستانية والأفغانية اللي يحمل جواز إقامة في إيران
اللي احنا نسميه دفترشة، إضافة إلى كل مقيم في إيران يحمل جواز هذا السفر يدخل بغض النظر عن بقية الجنسيات الخليجية. أوروبية أيضا جت من هذا الباب. حسب تعليمات حسب القانون، القانون الإقامة والتعليمات المتوفرة المتواجدة. تعرف هواي أكو أوامر تخص الجارة الأربعينية وكتب ست الإجراءات. مدير عام على تواصل مباشر ويانا في حالة وجود أي خلل معالجته أصولياً. ننوه إلى أنه إحنا الزيارة الأربعينية هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة، أكثر تنظيم ويعني دعم غير مسبوق، إضافة إلى أنه إحنا الزيارة الأربعينية على منفذين، منفذ صفوان ومنفذ الشرامشة. نعم كاظم الحاوي. أكيد هذا النجاح ما أجى عبثا، أجى عن طريق متابعة وإشراف معالي وزير الداخلية ومدير عام. معلومات قيمة من السيد العميد كاظم، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المتواجدة هنا بحيث نعم. أن كلها قطعة واحدة تعمل كخلية النحل لإنجاح هذه العملية. سؤال أخير، أعداد الزائرين كم هي تدفق الأعداد وكم هو لحد العدد باليوم؟ إحنا بدأت عندنا الخطة من شهر من 1/0 الموافق يوم 16/8 لغاية اليوم، تفوجنا دخلنا بيانات لأكثر من 300,000 زائر إيراني. خلال كم يوم؟ خلال يعني حد يعني 5 أيام، لا هي حد من 1/0. نعم إيه؟ اليوم تقريبا. شكرا جزيلا يعني لك كاظم. اكثر يعني من 75,000. 75 نعم. يوصل. نعم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لسيادة العميد حازم اللامي مدير الأحوال المدنية والجنسية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة، ونحن من هذا المكان نقول لكم شكرا جزيلا، وأيضا لمشاهدينا من الشلامشة شكرا جزيلا لك كاظم الحاوي مراسلنا من البصرة، وللسيد العميد. أعود لحضرتك أستاذ ميثم، يعني خلال الأيام الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع لبعض سائقي النقل الجماعي اللي يمتنعون عن نقل الزائرين الداخلين إلى الحدود العراقية إلا بأسعار مرتفعة ومفروضة من قبلهم ولم تحددها الوزارة أو النقابة. أكو رقابة محلية على هذه الأسعار وشون تتخذون إجراءات بحق المخالفين؟ مثل ما تفضلت حضرتك أنه تم يعني بث بعض الدعايات أو بعض يعني المقاطع اللي غير مدروسة من قبل أصحابها، اتعاملت فيها الوزارة بشكل مباشر وآني، ومثل ما بينت لحضرتك تم إصدار توجيهات، وأيضا تم زيادة عدد يعني اللجان الرقابية، والوضع مسيطر عليه حاليا. وأيضا عندنا احنا حاليا أكثر من يعني الشركة العامة للمسافرين والوفود مشاركة بأكثر من 700 باص مع يعني التشكيلات الأخرى الساندة بأعداد أيضا مختلفة. بالنتيجة الموضوع مسيطرين عليه لحد الآن، والأسعار أيضا مسيطر عليها. مع هذا أنه الشركة العامة لإدارة النقل الخاص لا تزال يعني تشرف وتنظم عملية إدارة نقل الزائرين، والأسعار مسيطر عليها، بل بالعكس أن عدد يعني مركبات الأجرة زادت بالمناطق الحدودية أو بمحاور نقل الزائرين، وحتى أسعارها كانت يعني لحد الآن هي أقل من الأسعار اللي كانت موجودة للأعوام السابقة. طيب دور سكك النقل في استاد والقاصدة الكربلاء وأيضا العائدة منها بعد إنهاء مراسم الزيارة، يعني كشهود عيان نشوف لها دور كبير، ولكن بإجراءاتكم كيف يتم تسيير هذه القطارات والأعداد التي تستوعبها ويعني حجم الخدمة المقدمة؟ نعم، موضوع السكك الحديد العراقية أو مثل ما تعرفونها إنه القطارات العراقية اللي موجودة حاليا، هذه الخطوط عندنا خصوصا الخطوط اللي باتجاه الجنوب باتجاه البصرة وكذلك مناطق الفرات الأوسط هي خطوط فعالة وشغالة. أيضا عمليات التفويج هي راح تكون يعني مثل محافظة البصرة راح تكون بطريقتين، الشركة العامة للمسافرين والوفود تنقل الزائرين باتجاه محطة قطار البصرة، وبعدين يتم تفويجهم من خلال القطارات باتجاه كربلاء المقدسة، وأيضا عن طريق بغداد يعني من خلال المحطة العالمية، وأيضا تفويجهم باتجاه كربلاء المقدسة من وإلى كربلاء. طبعا هذا الموضوع احنا مخلينه في حساباتنا. أيضا السيد الوزير وجه أن تكون هناك زيادة بعدد القطارات، مثل ما بينت لكم بداية البرنامج أنه عدد القطارات حاليا 16 و4 احتياط، يعني مجموع الكل يكون 20. بالنتيجة الخطط الموضوعة لهذا العام هي خطط مسبقة، مع العلم أنه احنا ما يعني نخلي بعين الاعتبار أنه كل سنة تصير زيادة أعداد الزائرين، لكن تعرفون أن هذه الزيارة زيارة مهمة. السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشيع السوداني أكد على أنه نكون يعني مجهزين أمورنا ومجهزين تشكيلاتنا ومجهزين كوادرنا. سيد وزير النقل أيضا تابع بشكل مباشر
هذا الموضوع. كانت هنالك زيارات ميدانية لبعض المحافظات القريبة من كربلاء المقدسة وأيضا محافظة كربلاء المقدسة، وهذا الموضوع كان يعني الأشهر السابقة. وهذه الزيارات الميدانية ضمنت عملية متابعة عمل النقل الخاص وأيضا شركة العامة للمسافرين والوفود بهذه المحافظات وكذلك قطاع السكك أيضا. وهذا الموضوع يعني وضع يعني اندرج ضمن خطة قامتها وزارة النقل، وخطة مسبقة يعني ما خطط آنية، خطط مسبقة كانت موجودة. وهذه الخطط أنه من أهم يعني اللي يعني يتناقش بها أنه يكون هنالك الاستفادة من الأخطاء السابقة وعدم الوقوع بها بهذا العام، وبالنتيجة أنه إحنا خططنا جاهزة وكوادرنا جاهزة أيضا. أضيف لحضرتك أنه تشكيلاتنا أيضا عندها مشاركات كلش فعالة. الشركة العامة للنقل البري راح يكون لها أكثر من 150 شاحنة مشاركة، أيضا دعم لوجستي وكذلك زوارق النقل البحري. رغم الأعداد الكبيرة للنقل، ولكن يعني المشكلة أو التحدي الأكبر اللي يواجه الزائرين كل سنة هو التفويج العكسي بالذات، لأنه يعني الزائرون أكثرهم يذهبون سيرا على الأقدام، وبالتالي العودة تتطلب توفير باصات ووسائل نقل. أكو تنسيق أستاذ ميثم بين الحكومات المحلية والوزارات اللي تمتلك سيارات كبيرة مثل الدفاع، هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن وزارتكم. الحاجة يمكن تتزايد مع دخول وقت الذروة وكذلك التفويج العكسي. اللي طرحته حضرتك مهم جدا. بالنسبة للتفويج العكسي يعني تعرف حضرتك أنه أعداد مليونية يتم تفويجهم بيوم واحد أو يومين، وهذا الموضوع يتطلب جهد أكبر. كل الجهات الساندة الحمد لله رب العالمين، سواء لتشكيلات وزارة النقل أو كذلك الوزارات الأخرى والحكومات المحلية لبعض المحافظات. طبعا هذه الزيارات الأخيرة اللي جزء حضراتكم شفتوها أنه تم تنسيق مع يعني الحكومات المحلية سواء كربلاء المقدسة أو المحافظات الأخرى القريبة من عندها، وأكو تعاون مسبق وكذلك تنسيق عالي. نتمنى أن نكون على قدر المسؤولية وأن تكون عملية التفويج لهذا العام هي مثالية، ونطمح أن نكون يعني تكون هذه المساعدة وهذه المساهمة بنجاح العملية هي مستمرة، وإن شاء الله راح تكون مستمرة حسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وكذلك السيد وزير النقل. وزارة النقل مستنفرة كافة جهودها وإمكانياتها لهذا الموضوع. عالمية هذه الزيارة أستاذ ميثم لا يخفى على حضرتك بأنه اليوم عندنا ما نسميه في الإعلام المواطن الصحفي. المواطن أو الزائر من الداخل أو الخارج هو صحفي على المنصات الخاصة والشخصية. نحتاج إلى نقل هذه الصور بال يعني الوجه الأمثل والوجه الأفضل. شنو تحتاج اليوم ل يعني نخلق لنا أو نختار لنا هيئة عليا لتعمل خلال عام كامل على أنضاج كل هذه الجزئيات، وبالتالي إظهار هذه الزيارة المليونية برسالتها العالمية وليست المحلية؟ الموضوع حاليا تحول من موضوع وزارة النقل إلى موضوع إعلامي أو موضوع ثقافي. بالتأكيد كل يعني المؤسسات الإعلامية وكذلك المؤسسات يعني الإعلامية سواء الحكومية أو غير الحكومية هي مدعوة أن تكون هي سفراء أو رسل يعني تثقيف العملية أنه إنضاج الشعائر الحسينية خصوصاً الزيارة الأربعينية، وكذلك أنه عملية نقل الزائرين أو غيرها. وأيضاً هذه الزيارات ممكن أنه تستفاد منها بعملية تثقيف المجتمع فيما يخص بعض القضايا الأخرى. اليوم نشوف مؤسسات الدولة كذلك عندهم خطط ومن ضمنها وزارة النقل خطط توعوية أثناء الزيارة واستفادة منها. يبقى المواطن هو شلون راح يتعامل بهذا الموضوع، يبقى الإنسان هو ثقافته شلون راح يتعامل بهذا الموضوع، وشلون ينقل الموضوع يعني الجانب الإيجابي اللي هو طبعا اللي هو يطغى على هذه الزيارات إلى العامة يعني المجتمع بشكل عام. وأيضا إحنا كمؤسسات إعلامية هذا الموضوع نخليه بحساباتنا، تم إعداد بعض البروشرات وكذلك بعض المواضيع التثقيفية اللي تساهم بعملية يعني نقل الحقيقة فيما يخص الزيارة الأربعينية أو جهود الوزارات الأخرى ووزارتنا للمجتمع بشكل عام. الأستاذ ميثم الصافي مدير الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النقل ضيفا كريما في الأستوديو أثريت الحوار في هذا الملف. شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.